أسرار بتعملها البنات وما يعرفهاش أي حد، بتعيط من غير سبب، ولما بتعيط بتبص في المراية، بتحط ميك اب في البيت وبتشيله في وقتها، ودايما بتبص في المراية أول ما ترجع للبيت عشان تشوف شكلها كان عامل ازاي. لما بتحب حد بتحاول تبصله بكره. بس كده فعليا حط آخر ايموجي استخدمته، لا تشترك، ها ليه ما تشترك؟ خلاص باي.